والتمائم، التمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ما تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد، أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس، أو يضع خرز على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمام، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول أعلق ولا أستحضر هذه المعاني، أعلق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول إن علقها، إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم.